هو مش اقتراح، هو يعني لما بتيجي تقرأ التاريخ بتقرأ أسماء الناس كتير. يعني مصر اتسمت على ابن نوح مصراي، فدي اسم مصر، فهي الأسماء بتصنع الأسباب. الإسكندر الأكبر عدى على مصر فترة وأنشأ مدينة جميلة حلوة سماها باسمه اسكندرية، وعلى هذا الأساس اتعملت مدن كتيرة في العالم على اسم الإسكندر الأكبر أو الإسكندر. وفي مصر عندنا كده وفي كل دول العالم كده، يعني أشهر مطار في فرنسا مطار ديغول، شارلي ديغول، أو أشهر مدينة في أمريكا واشنطن على جورج واشنطن. يعني دي حاجة عادية. مدينة في مصر مشهورة جدا مدينة السادات، بس هي مدينة السادات بالرغم انها كبيرة وحلوة وراقية ولكن لم تنجح اقتصاديا. النجاح في العقار اسبابه كتير، بس الاول اسباب اللوكيشن ثم اللوكيشن ثم اللوكيشن، ده سبع حاجات لوكيشن. حط بقى رقم 8 الثقافة، السبب، التخطيط، الأمانة، الالتزام، ليه حاجات كتير. فلما باجي على مصر وأنا قلت لسعادتك إنها قادمة قادمة وطلع على الفوق زي الصاروخ، وأنا حاطط كلام قلته من حوالي 6 سنين بالدراسة، أنت ما تفكر يعني في المستقبل عشان تجيب المستقبل لازم تفكر في الماضي عشان تعرف المستقبل. يعني من عرف التاريخ عرف المستقبل، واخد بال سعادتك؟ زي برضو يعني من عرف القانون فهو رجل مثقف، يعني خلاص بقى عارف الصح من الغلط. فهو نفس الشيء، قرار جه من فرد كان الاول مش معروف، قرار بطل واحد بطل له صفات البطل، يعني هو السيسي ده صناعة الدولة، يعني صناعة الأزمات. زي ما قلت لسعادتك إن المطور العقاري مفيش منه في العالم. ليه؟ لأنه صناعة الأزمات، صناعة الدولة، غضب عنه بقى هو بيبيع وهو بيقرض وهو بيبني وهو بيصبر ويتعلم ويصنع الجودة والآخر أسباب. برضو نفس الشيء، مصر كانت في أزمة أنا عشتها يوم بيوم ملهاش حل. فجأة واحد طلع، أنا بشبهه بديجول. ديجول فجأة برضو في الحرب العالمية هو الوحيد اللي قال نو، وقال اللي موافق على كلمة نو يجي معايا، وقامت الثورة الفرنسية. نفس الشيء في مصر بالضبط، واحد فجأة قال لأ الكل حاجة غلط، لأ للإرهاب، لأ يعني لأ، واللي مقتنع يأيدني. انت محدش يقدر يقول الكلمة دي، كان الوطن العربي كله منبطح والخطة كانت ماشية، 7 دول ضاعوا اللي هي الخطة الشرق الأوسط الجديد، الربيع اللي سموه ربيع عربي هو الخراب العربي، واخد بال ساعتك؟ واحد قال انه ايدوني، طلع 35 مليون يأيد. لم تحدث في التاريخ لا قبل ولا بعد. اعتقدش يعني رئيس وزراء ايطاليا ساعتها بلسكوني قال انا، هو مشهور فيمس يعني رجل عمل كبير وتعلب في السياسه، يعني قال انا لو هقف فوق اعلى حته وادن عشان أجمع 1 أو 2 مليون مش أعرف. فدي حالة خاصة، الراجل ده حالة خاصة، هناك بطل وجه لغاية عندك وحررك خلاص حافظ عليه وعمل كل حاجة. يعني ادى قرار لبناء عاصمة جديدة حجمها قد ايه؟ 172,000 فدان، وبعدين بقت 192,000، وبعدين بقت 200 وشويه،
بعدين دلوقتي بقت 240 ألف فدان بإضافة المطار الجديد للمطار الدولي، وأنا عارف أنها هتمتد لغاية قناة السويس. وبعدين أنا فرحان بيها ليه؟ عشان اللوكيش الاقتصاد في مصر، خلي بالك الحياة الحديثة والقادمة قائمة على الاقتصاد، يعني الأقوى اقتصاديا، فالسياسة أصبحت اقتصاد والسياسة بقوا جعبة واحدة الاثنين في كل العالم مش في مصر بس. فهو القرار ده قرار من واحد عنده رؤية وفيشن طويلة لمية سنة وخمسمية سنة يعني، وعنده باور قوي ما يخافش، او عنده ايمان باللي هو بيقوله، مقتنع باللي هو بيقوله. فهو ده عمل كده، فاختار المكان ده، اختياره للمكان القرار نفسه عبقري، اختياره للمكان عبقري. خلي بالك انا مش بمدح في حد، انا بوصف فقط، بحلل الموقف. يعني عشان مثلا تفتكر ان انا عشان عضو مجلس الشيوخ فممكن مثلا بمدح، لا انا بوصف الحاله اللي انا عايش فيها. يعني انا دورت على شغل بره مصر، يعني في ايام الاخوان رحت المغرب ورحت امريكا ورحت، وكلهم فتحوا لي ايديهم. يعني انا كنت حاجز مليون متر في اغادير في المغرب، وعندهم حوافز للاستثمار ملهاش حل. ولما قابلت الوزراء بقول له حافظ الاستثمار دي عاملينها ازاي، قال لي جايبينها عندكم من مصر كلها وطبقناها، وهم بيها طلعوا كده الصاروخ. دول بقوا نمره واحد في صناعه السيارات دلوقتي، وفي السياحه وبتاع. يعني هي بلد كويسه، وشعبها شعب فاضل بيحب المصريين، بيحب مصر. انا دي لمستها بعناية وحسيسي. فهو فقرار زي ده عبقري أزهرني إنه ده في احتياج فعلي، بس هيقدر عليه وقدر عليه. وبعدين أنا شفت في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، شفت بقى على شاشة كبيرة رئيس الوزراء بيشرح بيعمل برزنتيشن. أنا ذهلت والله، بكي قلت ايه ده كل الجمال ده وكل الحاجة دي هتبقى عندنا في مصر وبقت. طب ده انا قلت مرة اللي يعني معادي رئيس الوزراء، الكلام اللي بتقوله ده نصه يكفي نهضة مصر، قال لي لا كله. شوف الجمال، شوف العبقرية، والله تلقائي كده، يعني مش ده تلقائي، انا اتحمست فبقول كده. قال لي لا كله، شوف الجمال وشوف القوه وشوف الثقه. الاخر انا كنت سعيد جدا، بالحته دي، حته الموهوب لما يوظف موهبته بالعبقري لما يحط عبقريته، فهي فيها عبقريه القرار، فتخرج الصوره بالجمال، وعبقريه اللوكيشن الاقتصاد في مصر، والاستثمار متجه شرقا يعني في الحته دي. لما تيجي بقى تقول لي طب ايه الحته دي، ايه مميزاتها، اقول لك على بين طريقين دوليين، طريق السويس طريق دولي، طريق السخنه طريق دولي. هذه اول حاجه. تاني حاجه امتداد طريق السويس راس سدر، تعدي قناه السويس راس سدر 150 كيلو من النفق لغايه حمام فرعون، أصبح شاطئ العاصمة على بعد خطوة منه. دي بقى من صنع أنا، ده عبقرية. من الناحية التانية طريق دولي، طريق العين السخن، أصبحت من العين السخن لغاية الزعفرانة 150 كيلو، شاطئ العاصمة على بعد خطوة منه. العاصمة هي هتمتد لغاية قناة السويس. ايه قناة السويس دي؟ بيعدي منها 28% من حاويات العالم، ضربت بين اوروبا كلها وبين اسيا. ايه الجمال ده، اللوكيشن ده،
ايدوكيشن ده يعني ده مش انا بوصف. كمان اجي بقى عند الحاجة الثالثة، التخطيط. زي ما قلت لسعادتك تخطيط جميل وجاذب وحداري وذكي، ما كانش يخطر في بالنا خالص ولا كنا نحلم حتى بجزء منه. كانت اخر حاجة مدينة نصر، ولما ابراهيم سليمان عمل القاهرة الجديدة قلنا بو 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 بو. النهارده اتعملت القاهره الجديده، بقت جزء من كبرت واتعملت، والعاصمه دي بقت خلاص بقى قد القاهره. خمس مرات القاهره 50,000 فدان من كوبري قص النيل لغايه العتبه. فاقل حاجه انا بقولها التاريخ هيذكر الناس دي، مش هينسى، هم الصانعين الاصليين لغايه الجيل الرابع والخامس والسادس صنعوا. فأقل حاجة تعملها دي، انت بتتكلم عن مصري ابن مصر، يعني طالع من دي بيئته، طالع منها، حافظ عليه. اكتب اسمه. يعني انت بتكتبه على ايه؟ انت هو اسمه بقى على مصر كلها من ساعة ما قال نو لا للإرهاب وأيدوني. يعني انا اذكر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لما جه مصر كانت حاجة جامدة، يعني بابا الفاتيكان يعني أبو المسيحيين كله، وقبله الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر أبو المسلمين كله، حاجة مش حاجة عادية يعني، اتنين عظماء. وفي أول حاجة ده أولا مؤمن بيه مليار وكسر نص، وده مؤمن بيه مليار ونص، يعني هما مسكين كده نص العالم يعني، مش حاجة عادية يعني. الاتنين قالوا كلمة واحدة، البابا فرانسيس لما جه يخطب أول حاجة قالها أنا أرفض الإرهاب باسم الله. شوف الجمال، وقال الكلمتين بتوع الحلوين وقعد. الشيخ أحمد الطيب قام يخطب أول كلمة قالها أنا أرفض الإرهاب باسم الله، قال كلمتين بتوع الحلوين واحد. ساعتها أدركت إن الدين واحد، الدين واحد. دي كلها مسميات، زي إيه شيعي ومسلم، بقى مسلم يعني. أنت عجبك الحتة دي يعني ماشي، ولا هي بيزنس عاوز تعمل بيزنس منها ماشي. يعني بتكلم على إن إيه الحقيقة اتقالت ومحدش قال له عليها، هي دي الحقيقة. نفس الشيء حصل، الراجل طلع كده قال لأ للإرهاب وأيدوني، راحوا مأيدينه. يعني الصنيع ده لم تحدث في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. فهي أقل حاجة إنك تسمي حتة عملها، اللي هو القرار اللي سبب النهضة لمصر كلها. دي أول حاجة، أول حاجة كانت العاصمة، بعديها بقى دخلت بقى في العالمين والمنصورة الجديدة والآخر. ده أنا مش عارف ألحق، دي مهنتي. 62 مدينة ذكية اتعمل منهم 23 تقريبا قربوا يخلصوا، والحاجة لغاية حاجة 46 تحت الشغل الإنشاء. ده في مدينة منهم أنا لم يعني هي الدولة ما أعلنتش عنها على حجمها. حجمها 450,000 فدان، تخيل بقى، بتخطيط عبقري. أصل المخطط واحد، الرسام واحد. انت عارف لما قلت لك ان الخالق واحد، ده قال كده وده قال كده، الخالق واحد. هي برضو الرسام واحد والدماغ واحدة والقرار واحد والموهبة واحدة وربنا جمع. يعني المثل بيقول ما جمع لما وفق. وخلي بالك يعني دول كلهم صنيع صدفة، يعني محدش صنع نفسه، صنيع صدفة، الصدفة هي اللي صنعته يعني. فهي دي اقول لك ايه يعني، لقيت عندك بطل. فلما تسمي مدينه زي العاصمه اللي هي اول قرار وسبب فتح مصر وسبب حقيقي للتنميه ومصر القادمه، انا حسبتها لقيتها هتبقى السادس او السابع، وممكن ربنا ينفخ بها ويمشي الاعداء بتوعها وتبقى الخامس على العالم في فتره قريبه، يعني مش هتعدي الخمس ست سنين القادمة. الكلام ده
وانا يعني ان لو عاوزني اقعد اعمل لك تحليل فني للكلام بتاعي اعمله لك، انت بس تجيب ورقه وقلم واقعد اكتب ورايا. انا ما بتكلمش كلام من الخيال او عشان بحبه او عشان لا، انا بوصف بحلل بس. يعني ما فيش حاجه من غير سبب، ما فيش نجاح من غير سبب. يعني هو ده الحقيقه. فلو تمينا العاصمه الاداريه سي سي عاصمه مصر، هو فخر، فخر لمصر، ده فخر لمصر وفخر ده العرب كلها. واسم حلو، نغم سي سي عاصمه مصر، ينطق بالعربي وتنطقه بالانجليزي، تنطقه من الشمال لليمين واليمين للشمال.